على الجانب الآخر كنا بنتكلم مع حضراتكم على موجة الطقس السيء اللي ضربت العديد من محافظات الجمهورية. من هذه المحافظات كانت محافظة مطروح. عايزين نطمن على الوضع هناك. معانا على الهاتف الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح. صباح الخير يا دكتور، أهلا بك. على صباح الخير يا مصر. صباح الخير، وصباح الخير على مصر كلها. نستأذن حضرتك تطمنينا على الأوضاع في المحافظة والأمطار والبرودة، برودة الجو وانخفاض درجات الحرارة. طبعا امبارح كان ضربت محافظة مطروح جو عاصف شديد، وكان في أمطار شديدة، لكن المحافظة كانت مستعدة لموجة الأمطار دي بكافة الاستعدادات، سواء في مجالس المدن أو في الحماية المدنية أو في شركة المية. وبالفعل كان كل الناس متواجدين في الشوارع لإزالة تراكمات المية وتسهيل الحركة المرورية. وغرفة العمليات الرئيسية في المحافظة انعقدت بأوامر من معالي المحافظ اللي هو خالد شعيب 24 ساعة متواصلة مع الغرف الفرعية في مراكز المدن ومع الجهات المعنية لحل أي مشكلة. وكمان شركة الكهرباء كانت على أهبة الاستعداد علشان تلحق أي مشكلة. ويعني أنا بقدم شكري وتقديري لفريق العمل كله، لأنه بصراحة يعني عمل امبارح بطولي وأزال تراكمات المية بسرعة شديدة جدا في وسط الأجواء دي، علشان كان في طبعا دراسة امبارح، كان في امتحانات، فالحمد لله ما حصلش أي حاجة تعوق سير الامتحانات. النهاردة الجو جميل، في بعض الرياح البسيطة لكن الشمس طلعت والجو بدأ يدفي، والحمد لله يعني أعتقد أن الفترة اللي جاية بقى الجو أفضل بإذن الله إن شاء الله. يعني دكتور دينا، طبعا بعد التحية لو حضرتك تقول لنا إيه أبرز الأماكن بمحافظة مطروح اللي شهدت تساقط مياه غزيرة وحصل فيها تراكم للمياه بشوارعها، يعني هل خلاص تم رفع تراكمات المياه بشكل كامل ولا لسه في بعض التراكمات؟ طبعا هي مركز مرسى مطروح نفسه كان فيه بعض تراكمات الميه في الشوارع الرئيسيه، وكان فيه على الطريق الساحلي مطروح اسكندريه في كيلو 2 وفي كيلو 3، لكن جهود شركه الميه وصرفه الصحي في ازاله تراكمات المطر كانت سريعه مع الحمايه المدنيه ومراكز المدن. ومعالي المحافظ بنفسه تواجد في الاماكن دي علشان يطمن على سير الامور بشكل افضل. والنهارده الحمد لله ما فيش اي تراكمات للميه، واعتقد نظرا لان الجو بقى افضل والشمس طلعت، مش يعني خلاص الموضوع الحمد لله بقى كويس، يعني ما فيش تراكمات ميه من امبارح للنهارده. دكتور، احنا عارفين ان في شغل في البنى التحتيه في المحافظه ومحافظه مطروح على الصرف الصحي وصرف الأمطار والاستفادة من المياه وعمليات بذل هذه المياه في أماكن تجمعها، وممكن من جانب الآخر الاستفادة منها في أمور عدة. فطمنينا كده على مشاريع البنى التحتية. بص، هو انا عايزه اقول لحضرتك محافظه مطروح اصلا لما بيبقى في امطار ده بيبقى خير كبير جدا لاهل البلد، لان المحافظه دي قايمه على الزراعه على الامطار، وكمان ان اللي هو الميه بتاعت الامطار يتم تجمعها في ابار علشان يقدروا يستفيدوا منها بعد كده. وده اللي المحافظه اشتغلت عليه في توفير الابار دي وفي توفير البنيه التحتيه المناسبه لكده. كمان كان في بعض المناطق اللي بيبقى فيها سيول شديده كانت ممكن تضر بالزراعات، لكن معالي المحافظ اللي هو خالد شعيب وجه بعمل سدود للحفاظ على الميه والحفاظ على المناطق اللي فيها زراعات. فالحمد لله يعني موسم الشتاء بالنسبه لاهل مطروح هو موسم خير وبيستنوه، فاحنا عملنا المشاريع بحيث ان الميه نستفيد منها ما تبقاش ميه مهدره، وفي نفس الوقت ما تعوقش سير الحياه الطبيعيه. عظيم جدا، بشكر حضرتك، شكرا جزيلا للدكتوره دينا عثمان نائب محافظ مطروح. شكرا جزيلا ليك يا دكتور.